السلام عليكم. تجربة غير مسبوقة على الإطلاق أننا نسوي مقصورة قيادة كاملة للطائرة هنا في المكتب ونلعب فيها لعبة Flight Simulator. طبعاً في البداية حاب أشكر مايكروسوفت السعودية على إعطائنا هذه التجربة الخاصة هنا في True Gaming، أوكي، وارسلت لنا كل الإكسسوارات هذه عشان نستمتع باللعبة بشكل غير مسبوق. أول قطع مقود القيادة، هذه أول قطعة تسوي مقصورة القيادة في الطائرة وأهم قطعة. المقود طبعاً نشوفه فخم جداً، يعني ما بكلمكم عن فخامته، يعني الطريقة اللي مصنوع فيها في نفس الأزرار، أصلاً لما تشوفه في اللعبة بتلاحظ أنه يشبه اللي قدامك بالضبط يعني. فعندنا الأزرار اللي هنا، أوكي، حقة الماستر، وهذه البيضة، أنا ما أفهم شيء ترى، يعني فلسفة اليوم، خذوا لكم لين بكرة. الأزرار الكثيرة اللي تحت، كل شيء أزرار، في أزرار واجد، بعد شوي بيجي واحد صاحبنا بيشرحها، بنعرفكم عليه. طبعا هذه القطعة الثانية اللي هي الجير هذا، أوكي، طبعا قطعة ثانية ومن شركة ثانية، أوكي، وبقول لكم اسمه بعد شوي لأن اسمه صعب. طبعا كل واحدة فيهم تقدر تتحكم فيها بشكل منفصل، أوكي، لكن في بعض الطيارات يختلف النظام، فإيش تسوي؟ تغيرها هنا، تشيل هذولي وتركب هذا عشان بعض الطيارات نظام كذا حق الأقلاع، أوكي، فهذا يتغير بهذه الطريقة. والقطعة الأخيرة اللي موجودة عندنا اللي هي الدواسات، مو زي دواسات السيارات، لا، ذي شيء مختلف تماما وأفخم بكثير، من شركة تراست ماستر، تشوفونها تحت عندنا هنا، أوكي. نرحب ضيفنا حسين نصير، جاي يسوق لنا الطيارة، ما شاء الله يعني سواق محترف، اوكي. اول شيء بنوريكم اياه الاوبشنز، كيف ان نتعرف على هذه الاجهزة بموديلاتها. انا يعني شفت العاب ثانية تتعرف على اشياء بس مو بهذه الدقة. ورنا حسين تحكم، شوفوا، واو، على اليمين هذه اول ثاني قطعة شرحتها لكم، طبعا اسمها عشان نسيت اقول اسمها وقت ما شرحتها، سايتك برو فلايت ثروتل كوادرون. مستحيل كان اتذكر، مستحيل، اوكي. طيب نوريكم باقي القطع اللي تعرف عليها بعد الجهاز. طبعا الالفا فلايت كنترولز، الفا فلايت كنترولز بروفايل، شوفوا عدد الازرار بس اللي موجوده. طبعا هذا الهاني كوم، المقود نفسه، اوكي. والقطعه الاخيره اللي هي الدواسات برضه تعرف عليها، توقع الجهاز نفس الصوره بالضبط. صحيح، وين الدواسات؟ الدواسات لا، يمين يمين ورنا يعني. هنا، اوكي، هذه الدواسات اللي هي من ثرست ماستر، اسمها تي بندولر رادر، اوكي. هذه القطعه تعرف عليها كامله، الحين نقدر نستخدمها ببسط اللعبه. خلونا ناخذ لنا فره في السعوديه وبعض الدول المجاوره. واو، وش ذا؟ هذه مقصوره الطياره حقتنا طبعا، اوكي، احنا بنتحكم من هنا ان شاء الله، يعني مو من الكيبورد، اوكي. ولا ايش فايده القطعه كلها حقتنا؟ طيب شوف اللي مبين من تحت مره، المقود حق الطياره، لفه عشان يشوفونه، تقدر؟ اي اقدر. اوكي، حلو، كاميرا شكله. ايه، احنا الزر الاحمر عندنا يمين بس، هو الزر لا ما عندك، هو نفسه اي اكيد يعني، بس يعني كذا لما يلف يلف. طيب شكله كذا، ايه اي والله، شوف، ايه هات بعد جنبه محمد، ايه وين حقك انت؟ طيب خلني اشرح للناس بس السالفه. طبعا هذا مو زي مقود السياره او دريفت السياره، صحيح. ايه، في حاجه اللي هي تدف على قدام وتدف على ورا، انت بتشرح لنا الحين واحنا نطيرها ايش معنى كل شيء. شوف البريك، عشق الجير، وصا شوف الباور عندك، الجير تحت صار على الباور فوق. والله تفاصيل كثيرة. مطار دبي تشوفه على اليمين، انت الشاشة، الارقام الصغيرة اللي فيها، كل شيء كل شيء، اعتقد لو الطيارة حقيقي يلعبها يحس. ترى مو كل نسخة من اللعبة تدري فيها المطارات كلها، مطار دبي مع النسخة الاعلى او شيء زي كذا، او واحدة من اعلى النسخ، صايرة نسخ في اديشنز باللعبة. والله؟ ها طرنا، ايوه طرنا. عط الشباب بس تصوير من برا عشان يتخيلون الوضع بس. طيب تمام، اوكي، طبعا عجبني داخلكم. ايه رجعنا رهيب التفاصيل الداخليه. طبعا التحكم زي ما قلنا، قدام ينزل انف الطياره اللي ورا مثلا، اللي قدام عفوا. قدام كانك تنزل على تحت. اي نعم، لما تيجي تسحب فوق العكس، العكس يطلع على فوق. طبعا عندك التحكم اللي هو مثل السياره، طبعا يسار، طبعا ميلان الطياره لليسار، والعكس طبعا يمين. حلو،
ونعدل شوية. وبعدين البدالات وظيفتها إيش؟ إنها تغير توجه الطيارة إلى اليمين ويسار، بس مش ميلان، تغير الأنف. يعني مثلا دفات يسار، طبعا هنا شوية تحكم إيه لا كذا. هذه الدواسات اللي تحت، وتستخدمها كمان على الأرض عشان تحرك الطيارة، وجهة الطيارة على الأرضية. حلو. إيه بتروح لما تكون في المدرج. تمام. نتجه إلى دمام. عدل ولا عدل؟ لا علمني بالله. لا خلينا نشوف. لا في خريطة. أول خريطة. طبعا نقدر نرفع هنا، نقدر نشوف خريطة دبي كلها هنا. الجي بي ار، النخلة، والجميرو بيج. حلو. وانا نروح باتجاه برج خليفة. كيف؟ اي مر جنب برج خليفة خلينا نشوفه. يعني سنتأكد احنا رفعنا الجير ولا لا. والله كشفه من داخل. والله اذا طليت ورا تشوفنا، تلقانا قاعدين. اطل ورا بس ما اشوفكم. والله حلو. طب وش قبعة الطيارة؟ ايش اشياء الاوبشن اللي فوق؟ وش قبعة الطيارة تسوي؟ هنا عندك اللي هي لا الاوبشن اللي فوق. هذه تقصد. اوكي. قبعة الطيار هنا الاي اي كنترول. الكمبيوتر يتحكم لك. اي تخلي الكمبيوتر يتحكم لك. تصير شاهد تضبط شيء. عندك هنا الكنترولز حق الطيارة البيسك. هو فعلا الطيارات الصدقية فيها اوتو بايلوت يعني. هذا اللي اسمه التشيك ليست، اللي هو يساعدك على انك كيف تشغل الطيارة. هل سويت كل شيء صح؟ اي. طب وين وجهه؟ كيف تحدد وجهه؟ حط الدمام، كيف تحدد فيه؟ تقدر تحط برج خليفه. ترى برج خليفه نوخر على برج خليفه. نحدد لازم نعمل فلايت بلان مثلا. طيب شلون تسوي؟ لازم تطلع ولا من هنا تقدر؟ حسب علمي لازم اطلع واختار مطار من مثلا مطار امارات او مطار دبي الى مطار الملك فهد بالدمام. والله ضابطه دبي، ضابطه مره ما شاء الله. الحين حاط مفتوح. اي مره ضابطه، طلع الحين حاطه مفتوح. ما شاء الله. اوريكم تحت شوي المويل هذا، كنا مسبح رهيب. وين كوميك كون اللي كنت اروح؟ جاك تحذير. كوميك كون قلت هذا طريق الشيخ زايد تحت. برج العرب بعد تحت. اي حلو والله. والله محمد قام يجينا هجوم عاصفه وما يتم. شوف حسين ايش التحذيرات قاعد تطلع هذه اللبات؟ ايش هني؟ نخفف الصوت. البنزين غاز غاز. لا عشان كنا مسرعين زياده. يلا توجه توجه الدمام. الحين طبعا حطينا ان مطار المغادره هو البحرين، ومطار الوصول هو الدمام. اكثر رحله في التاريخ في الحقيقه تاخذ يمكن ربع ساعه، بس الحين عشان نشوف البحرين بالمره ونشوف الشرقيه. طيب. يلا اقلع. طبعا نغير الطياره. غير الطياره. في شيء اسرع؟ خذ اسرع. ناخذ شيء اسرع، ناخذ شيء صغير. انا اقدر اخذ. تعرف تسوقها؟ بوينغ. تعرف تسوقها؟ ها اقدر. يلا هذا حدنا محمد. الله يسلمك. ما كذا ما سفرنا فيه. يلا بسم الله نقلع من مطار البحرين الدولي بإذن الله. تغيرت الطيارة من داخل، شوف شو جالي فيه. هذا شيء خرافي. وش هذا اللي تحت؟ هذا إيرباص حبيبي. إيرباص لا بوينغ. شوف كم تليفون فيه تحت. يا والله كلها أزرار تليفون. كبار تليفون مدري إيش. إيه هذا ولا شيء. يلا طيب. يلا بسم الله. شيء. عشق لك. ما يحتاج نفك البريك. أيوة. نعطيها حبة كذا. هذا اصبع بريك تضغط طيبته. شوف ايه تحرك. لازم نزل. شوف الجير حقه ايش كبره ما شاء الله. 20 في جير صغير. ايش اسمه؟ سبيد بريك. السبيد بريك هذا حق البريك الجوي عشان تهدي السرعة. يعني تقدر بالماوس تستخدم كل شيء هنا. اقدر بالماوس كل شيء. يعني هذا اقدر مثلا هذا كان يدك الماوس حرفيا. داخل الطياره تستاهل. طب وش ذي الخرابيط هذه؟ هذا ما لك شغل. شغل ضغط كل شيء. ضغط عشان يعني في مور ديسكو تصير شغل. واو والله لو بلعبها محمد بقعد بس هنا بقعد بخمه كذا اشوف ايش هذا وايش هذا. اتوقع ترى الطيارين بدون يتعلمون منها صح اللعبه سبب تم تعلم الطيارين هذه تدربهم. اي انا قلت لك زوج خالتي ما شاء الله عنده شهاده طيران. إيه؟ يفهم ذي الاشياء كلها، فالمحاكاه رهيبه ترى. يعني عندي بنا عبد الحسين. حسين ما شاء الله ما قصر. قاعد يسوق لك بوينغ. ويسقى برج الخليفة فينا محمد. كبر كبر التصوير خلينا نشوف الطيارة. اي خلينا نشوف من برا. يا سلام. كبيرة الحين. كبيرة. كيف في من اوكي. هذا تسعة. على اليسار. ممكن اقدر اقرب. شقر شقر جنبه. يلا. هنشوفه مقفل ولا حاطين. عشان كورونا الصدر.
الخريطة. ترى هذا محمد فيه دورين الطيارة. إيه. هيو رح دور ثاني. لا ما نقدر واحد. حنا سياحة. جنب الطيار جالسين. أكثر من كذا وشوي. لا ضيافة مشروبات ولا أكل. جيب عصير يا ولد. إيش ده حسين؟ طيب. هذا جسر البحرين نقدر نشوفه؟ وين؟ لا قدام شوي قدام. اي هذا هنا. شوف اسوي على زوم. شوف هذا كل الجسر. وهذه الجزيرة اللي في الوسط. الموي الجسر ذا. اوكي طيب مطار الملك خالد بالرياض. هذا كينج خالد. سيت از ديبارشر. طبعا في معلومة احب اقولها كمان. لما تقرب زيادة على المطار. ايوه. تقدر كمان تختار مكان وين تبدا طيارتك. اوه تبغى توقف في المواقف اختار بوابه البوابه اللي موقف عندها. طب شو السبب وهنا اللسته ممكن تسوي محاكات يعني سفره كامله ما انت تقدر تعيش بالضبط. هذا مثلا رامبس بوابه صغيره بوابه كبيره هذه كذا. احنا بالرياض اي احنا بالرياض ما تشوف الشمس صاقعه والله. طيب وين نروح؟ شو اسمه رح رح شو اسمه المرشيه مملكه رح المرشيه نحاول المرشيه نشوفه كذا صح. طيب نسوي اقلاع من برا المره. يلا يلا اقلع على طول كذا. انا بعش. يلا عش ده اسرع تعشي قلت لك تحرق الماكينه. طيارتي حط مخرجه. ايوه دعس مره. إذا تبي ضغط لك أي زر قل لي بس أشر لي. تمام. يلا يلا صار عتيق نسحب شوية نبدأ نطلع. واو. والله ارتاح. جرب أضغط هذه فوق. العجلات تطلع الحين. أوه أنا قفلت الكفرات. قفلت الكفرات. عطني بس ساعتين بصير طيار. يلا طيب وين برج الملك؟ نشوف نطلع شوية من الخريطة. أول شيء خذ مخرج سبعة. يلا مخرج سبعة. هو الظاهر طريق المطار المفروض يوديك عند مخرج سبعة أو ثمانية عند طريق المطار. عندك السيارة من بين ابد العماير من ابد من جد ما في الا بيوت بنيه. اسمع اسمع روح طوكيو روح هذا لازم يصير حق الكويت يلا روح طوكيو. الو وشو لاعب قدامنا بلاير اي لان حاط لاعب بلاير هذا اونلاين اي اطلع اطلع حدة حدة ما في ما نسكت والله عشق عشق, عشق عليك على خير ها كبس له كبس له كبس له يلا نسكت اسكت اسكت ضاع شفنا افترقنا ميتريكس وش اللي صار؟ ياباني حبيبي ليش صوت السيارة تتفكك؟ الطيارة تتفكك عشان يعني محاكاة للأرض عين القطة دي مطبعة عين القطة هذا اليابان اي هذا اليابان كنا الدمام طوكيو طوكيو لا ما عليك الحين بنغير الكاميرا عشان تبين اليابان كفر لو سمحت ابشر فوق انا داخل احترف يلا خلينا نلف عليه مالك يا هبل؟ هذا ياخذ ملعب البيسبول اللي عندهم والله لاحظ؟ عذر ال 107,000 انمي بيسبول عندهم وين برج طوكيو؟ الحين بنروح له اظن هو سموير هناك سوي الدل يعني عشان يروح لا الدل اللي شفته اسكت ما نشوف احنا قاعد ندور احنا نعرف هذاك هو وين؟ هناك اشوف والله زيته هذا الاحمر طاهر والله خزان مويه حقهم خزان مويه حق طاهر والله الله العلي ترى كله شارع يعني لا في هذاك لا بس شوف ما شاء الله البنايات طالعه هنا كلها في البرج الكندم هارت مو زي الرياض ممسوحه والله لا في
اقول لك اليابان لازم بس ماني لاقي توكي تاوا هذاك هو ولا ها لا هذاك مو توكي تاور حق التلفزيون وش ملاهي ذا لا لا حق التلفزيون هذاك توكي تاور شكله مثل برج ايفل لا لا تودي تسجل فوز المانجا كان ناشونال دايت بيلدينج يقول له شوف هناك يطلع لك المعنى هذا حق رجيم الدايت اي لا هذا هذا ناشونال دايت ابيض وش دايت حق رجيم دايت لا لا الحكومه ذا اللي اسمه دايت اي هو اسمه كذا البيت الابيض حقهم اي وانت الجامعه الامريكيه حق الدبل وكل ما قررنا على معلم راح يقول لك يلا نقرب على طوكيو سكاي تري يقول لك اي ترى هذا البرج الجديد عندهم اوكي اي اي هذا هذا احسن من الاحمر احسن من الاحمر شلون نقرب الاحمر ايش كان في مميزات محمد عشان نعرف مميزات هذا تطلع فوق وفي حق ون بيس هذا اليوم قفلوه الاحمر اي الاحمر اللي فيه ون بيس صح شوف حتى القوارب المويه طلعت كل شيء ديتيلد في سيارات تمشي ايش توني توني قزت سيارات شوف بعد اشر لك شوف شوف واحد دخل جراج واحد شرى فقر شوفه مو بتلسكوب ولا من الدايت من الدايت دايت سنتر حقهم 1260 سيزنت اكس ري جولف سيرا هذا بتصير نشوفه بالانميات هذا الحين يعني شطف شطف جنبك سمح لك انا فاز ايوه حكي كذا بس على خفيف عرفت والله فنان ترى بس هذا كله لاني انا قاعد اتحكم بالكفرات اي لو لانك ما كنت بدأت مثل كذا اكيد لا شكر على واجب هذه كانت فلايت سيميليتر لعبه رهيبه بمعنى الكلمه واحنا لعبناها بطريقه جدا مميزه نشكر مايكروسوفت مره ثانيه على المعدات هذه كلها شكرا مايكروسوفت ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بالفيديو اشتركوا بالقناه اذا ما اشتركتوا الان اعطونا لايك على الفيديو شكرا حسين شكرا فهد يعطيكم العافيه مع السلامه جيات اكثر